ثلاث شهور ده الوقت اللي استغرقه فريق عمل عرض الديوان حتى يصبح جاهز لاستقبال الجمهور بعد ضمه مجموعة من الموسيقى الروحانية والصوفية. وبيتضمن العرض ابتهالات وموسيقى تراثية. كاميرا عرب عود كانت موجودة في العرض وكان لنا لقاءات مع فريق العمل. بعد تحضير استمر أكثر من 3 أشهر عرض في أول أيام الشهر الكريم عرض الديوان بقصر الرياضة بالمنزه بتونس. العرض تضمن مجموعة من الأغنيات والابتهالات الصوفية والتي أخرجها المخرج التونسي المنصف البلدي. الديوان هو مدونة لبرشا منظومات في الطرق الإنشادية في تونس وحتى خارج تونس، فأدرجنا فيها برشا إنشادات ذات معنى منحة شاذلي على قدرية، على سلامية، على عيساوية، على مولوية، شاذولية. هذه كلها المنظومات هذه كلها أدرجناها في مقاطع، 3 مقاطع أساسية في العرض. شارك في العرض العديد من نجوم الإنشاد وأيضا الفرق الصوفية. منير المهدي في الابتهالات وأعطى باع وذراع في هذا ومعروف في هذا وصوته اللذيذ طيب. ثم زهر الجنب في منحاها الجهوي التقليدي وبجمالية صوتها في هذا العمل، ويتقدمت فيها أشواط. ثم بعدين مكارم شعيب الصوت العذب، الصوت اللذيذ، الصوت الراقي. ثم أخذينا مفهوم آخر ملوي نسبة لمولانا جلال الدين الرومي في الشكل المصري الصعيدي. هذا النوع من الحفلات له مواصفات خاصة من حيث الإضاءة وغيرها. الناحية الروحية، الإضاءة، الإضاءة الساخنة لوش تصلح، الإضاءة الباردة لوش تصلح، الإضاءة المعتدلة لوش تصلح، يعني بالمفهوم الصوفي حسب الغناء وحسب مضمون الأداء الغناء الشعري. الفنانة التونسية زهرة الأجناف تتعاون من خلال العرض لأول مرة مع الفنان علي بن قدور. الليلة في أول تعامل مع الفنان علي بن قدور في أغنية إن شاء الله صوفية، وعندي أغنيتين أخرين من السجل التراث الصوفي. وعن احتمالية ضعف إقبال الجمهور التونسي على الحفل نظرا لكونه يقام باليوم الأول من شهر رمضان الكريم. التونسي ما تنجمش تعرف عليه حتى شيء، ما انت ما عندوش حتى قاعدة. ينجم كما يخرجوا خد ساعات في تونس تخرج الليلة الأولى في رمضان تولي تبقى ديما تخرج كل ليلة، وساعات ما واحد يستثقل ما نجمش يخرج الليلة الأولى، ما انت معذورين حتى كان معناها احنا حتى كي يجي واحد بركة نغنوا له ما انت يستحق انه باش نقدموا العرض هذا، وان شاء الله في اكثر من مناسبة باش تشوفوه العرض. الإعلامية نور الأحمر مقدمة الحفل رأت أن الجمهور التونسي لن يمنعه رمضان من النزول وحضور الحفل. الجمهور التونسي معناها يحب الجو، يحب السهريات، ما كيدو حد شيء معناها، فهمت؟ ومستنسين معناها احنا سهريات رمضانية كما هكايا، خاصة انه اول نهار في رمضان معناها وصيام وسخانة والعباد ما تصدق ربي تحب تخرج وتتفرهد وتشم نفسها.